السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيان، كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وصحه جيده يا رب العالمين. سمحوا لي بزاف على التاخير، ما حطيتش لكم الفيديو حيت ما ساليت. يلا لقيت هذا الوقت، هذا اخويا عندي المحل. ان شاء الله غدا ان شاء الله غادي ننزل لكم الفيديو مع الجديد مع الاثمنه وكلشي، حيت بزاف ديال البنات اللي دخلوا عندي للخاص والدراري مالك علاش ما حطيتيش لينا الفيديو وعدتينا باش تحط لنا الفيديو، ولكن والله القسم ما كرهت نحط لكم فيديو ولو غادي نصوروا دابا وكلشي، ولكن ما غاديش يقدني في المونتاج باش غادي نحطو لكم اليوم. المهم جيتكم بهذا الفيديو حيت بزاف ديال البنات دخلوا عندي للخاص، انا كنقولها لكم ان شاء الله غدا غادي نحاول نصور الفيديو في الصباح بكري، ولا غادي نقدر نصور اليوم في الليل ملي نسد عليا المحل، نصور اليوم في الليل وغدا ان شاء الله يكون واجد وغادي تحط لكم بحله جديده ومونتاج جديد. علاش لا؟ ان شاء الله غادي ناخذ في راحتي وغادي نمونطي على حقو وطريقو. غدا ان شاء الله غادي ننزل لكم الفيديو، كونوا في الموعد ان شاء الله. البنات اللي كيسولوا على الاميرات العرب لوفلي شيري، البنات راه ما بقاش، البنات والدراري اللي كيسولوا على لوفلي شيري راه ما بقاتش، اميرات العرب راه موجوده، امير العرب حتى هي راه موجوده، راه داخله السلعين. غدا ان شاء الله غادي نحط لكم كلشي في الفيديوهات. يلا بسلامه عليكم، التلفزيون جاي ان شاء الله.